الدكتور أيمن زغلول هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحة بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة، تخرج من كلية طب عين شمس عام 1983، حاصل على التخصص في الجراحة العامة من كلية طب عين شمس عام 1990، تلقى دعوة للدراسة بجامعة أير ليفن بالولايات المتحدة عام 2001، تم إفاده في بعثة للدراسة بمعهد طوارئ الجراحة بدبلن بأيرلندا عام 2002، عاد للعمل كمدرب معتمد بوزارة الصحة المصرية، قام بتدريب كوادر الأطباء والإسعاف بمعظم محافظات مصر بين عامي 2003 و2005، شارك في مئات المؤتمرات العلمية والطبية والجراحية، كما إنه من أوائل أعضاء جمعية الجراحين المصرية منذ إشهارها. سافر للعمل بوزارة الصحة السعودية عام 2005، سرعان ما عين رئيساً لقسم الجراحة والطوارئ بمستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد بمديرية الصحة بمنطقة تبوك بالسعودية. عاد للعمل بمصر عام 2011، عين رئيساً للأقسام الجراحة والمناظير بمستشفى جراحات اليوم الواحد بشبرا القاهرة، قام بتدريب عشرات الجراحين طيلة فترة رئاسته لقسم الجراحة، عين مديراً للتدريب الطبي والجراحي، كما أنه من أوائل اليوتيوبرز حيث نشر أول فيديو له عام 2011 له. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام مع الفقرة الطبية مع دكتور أيمن هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحة العامة وجراحة المناظير، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا وهي عملية شفط الدهون وشد البطن، وهي من عملية شفط الدهون من العمليات المهمة جدا، وهي أحد العمليات المنتشرة على مستوى العالم. الأغلبية العظمى بيكون فاكر إنه عملية شفط الدهون دي مفهوم يعني شبيه أو هو التخسيس أو هو ما يسمى بإنقاص الوزن، ولكن ده مفهوم خاطئ جدا، واحنا هنعرفه اكتر علميه مع دكتور ايمن هزاع، هنعرف ويحسم لنا الامر، علشان ده البلبله اللي بتحصل حوالين موضوع عمليه شفط الدهون ده بتؤدي بخطوره، بتضر مرضى السمنه سواء السمنه الموضعيه او السمنه المفرطه. فاحنا عايزين نحسم ونحكم الامر ده مع القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز في هذا المجال، هو الاستاذ الدكتور ايمن زغلول هزاع، استشار وكبير أطباء الجراحة العامة وجراحة المناظير. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا دكتور سلوى، منورني في استوديو مفاتيح السعادة. حضرتك منور الدنيا. الله يعزك يا رب. الأول يا دكتور، عايزين نفهم يعني إيه عملية شفط الدهون، وإيه الفرق بينها وبين إنقاص الوزن والتخسيس، وبيسموه كده اللي هو النحت. يعني إحنا بنسمع دايما يقول لك نحت الجسم، مسمى نحت الجسم، فعايزين نعرف الفرق بين المفاهيم دي علشان نوضحها للسادة المشاهدين. حضرتك اتفضل. الدهون في جسم الإنسان سواء ذكر أو أنثى لها توزيعات معينة منذ نشأة الطفل الصغير. جميل. مع الأكل والشرب مش مظبوط ممكن يحصل تراكمات للدهون. تراكمات الدهون دي حضرتك أماكنها متعددة، عادة في الرجال بيبقى في الكرش، في السيدات بتبقى في الكرش وفي الهنش، في الفخاد، في الدراع، لها أماكن معينة. لو في حدود معينة لازم نهتم بيها نقدر نشفط تجمعات الدهون وننحت، زي الجزع مثلا. لو حد الجزع بتاعه بنشوفها كتير قوي، فيها طيات، طيات دي دهون، فدي بنقدر ان احنا نشفط الدهون ليها. لكن اشكرك ان انت نوهتي حضرتك ان هي ليست وسيلة انقاص وزن. الدهون حد اقصى بينقص الوزن 2-3 كيلو، ده ماكسيموم. فاذا ليس لها علاقة بانقاص الوزن، لكنها اعادة الجسم الى طبيعته في اماكن معينة، ممكن الفخذ، ممكن الدراع، ممكن البطن،
فيها حدود معينة. يعني نقدر نقول ان شفط الدهون ده بيحدث تناسق للجسم، بيعطي للجسم شكل تناسق جميل، على عكس انقاص الوزن هو ممكن يخسس 2 كيلو او 3 كيلو زي ما بتقول، لكن الجسم مش متناسق. صحيح تمام كده؟ تمام. الحدود بتاعتنا في حاجه بتحكم لنا الموضوع ده يا دكتوره. الحاجه دي اللي هي علاقه وزن الجسم بطوله. BMI الماس مع الوزن مع الطول. وزن الجسم على مربع الطول بالكيلو هيديني نسبة معينة، أي حد يحسبها مع نفسه. وزن الجسم بالكيلو، واحنا معانا دلوقتي فيديو برضو عشان حضرتك تكلمنا عنه. وزن الجسم حضرتك تمام. وزن ده كيفية، هياخد وقت، لأن ده الشفط ده بياخد من ساعة إلى 3 ساعات. وزن الجسم بالكيلو المربع، مربع على مربع الطول، وزن الجسم على مربع الطول بالمتر هيديني معدل معين. لو المعدل ده طلع لغاية 24.9 ما وصلش 25 كده سليم، فوق 25 يبقى محتاج شفط دهون بالصورة دي. فوق 30 ده دخل في الأوباستي، دخل في السمنة. فوق 35 الى 40 ما بنعملش له شفط دهون مهما حصل. اذا في حالات تيجي لي اقول لها لا ما ينفعكيش. يعني شفط الدهون ده له حالات معينه ومقاييس معينه بناء عليه بتتم عمليه شفط تمام. الدهون. يعني لو قلنا في ترهل في الكتف في الدراع ماشي، ده يكون نسبته قدام الوزن، لكن هتظبط وتخلي. على فكره ما بيجيش لعمليات شفط الدهون دي وشد البطن الناس الشيك قوي، الناس اللي بتهتم بقوامها بتلاقيها كويسة، شاطرة في بيتها، شاطرة مع زوجها، شاطرة مع أولادها، حتى مع نفسها عايزة تشوف نفسها جميلة. ففعلا له نوعية بتاعته من الناس. تمام يا دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن الفيديو المعروض ده على الشاشة؟ ده طريقة شفط الدهون حضرتك بالتروكار، بالطريقة بنحقن سائل معين في نسبة مخدر ونسبة قابض للأوعية الدموية، والشوية اللي نحقنهم بنشفط قدهم من الدهون. الدهون ما تطلعش كتلة، فلازم نفتتها، لازم نفتت الدهون دي، نفتتها عن طريق التروكار اللي واضحة في الفيديو. ده طريقة لتفتيت الدهون بحركة متحركة دائرية وفي كل الاتجاهات، بحيث تخلي الدهون عبارة عن سائل الشفاط يقدر يسحبها، ونشوفها في الشفاط ونعرف سحبنا كمية قد ايه. يعني هو بيبقى متوسط بتاعها من 2 لتر 3 لتر، ما بنزيدش عن كده. ودي اول طريقة واشهر طريقة لحضرتك لشفط الدهون، علشان الناس هيسمعوا حاجات كتير. طيب هي هل العملية اللي بتتم ديت بتتم في يوم واحد ولا على كام مرة؟ العملية في المنطقة الواحدة لو قلنا في فخذ او في دراع او في بطن او بتتم على سيتنج واحدة في منطقة واحدة. مهم جدا ان يبقى المريض او المريضة، لان الرجالة زي الفيميل بيدوروا دلوقتي على شكلهم، يبقى عارفين ان دي هتعطلوا عن الشغل حوالي اسبوع، شفط الدهون حوالي اسبوع، لانها هيضطر يلبس جاكيت وكريب باندج يداري لا مش يداري، يشد البطن عشان ما يبقاش ديدي سبيس، مكان فاضي، يحوش سوائل، والسوائل دي تاخد بكتيريا تبقى صديد، واحنا داخلين في تجميل نبوظ الشغلانه بعد كده. فمحتاج حوالي اسبوع راحه في البيت يعني، وبيحس بشويه الم بسيط. شوف حضرتك من المعلومات اللي لازم يعرفها المريض ان هيبقى في شويه الم بس بسيط، لو خد لانه بيبقى في تخدير اثناء العمليه، في تخدير موضعي او كلي على حسب الكميه وعلى حسب ايه الحاجه المصاحبه، هل هو مصاحب له شد جلد ولا لا. لكن طبعا بيبقى في زي ما حضرتك قلتي ليدوكاين اللي هو ماده مخدره. فبعد ما يروح مفعوله بيحس بشويه الم، بس الم متحمل. مش موضوع قوي يعني. هيقعد عن الشغل شويه، السن الكبير مش هينفع معاه، اللي بيعاني من اي امراض في القلب او الاوعيه الدمويه مش هينفع معاه برضه،
لازم نبقى عارفين الحاجات دي. طب هل في بديل لو هو حابب ان هو يشفط دون او ينقص الوزن، او هل في بديل عن العمليه بالنسبه لحضرتك؟ نبهتي على حاجه مهمه في الاول، ان هو ما فيش، ان ده له مفهوم وده له مفهوم. انا اقصد لو هو حابب ان هو يشفط دهون، لكن انت بتقول حضرتك انه هو كبير في السن فمش هيبقى مسموح له. يعني ما هو في نفس الوقت لو هو اوفر ويت قوي، ايوه، يتصرف ازاي لو هو اوفر ويت قوي؟ لا لا، يخسس نفسه انه بطريقته. لكن لو احنا افترضنا ان المعادله اللي قلت عليها، الوزن على مربع الطول بالمتر زياده عن 40، ملوش عمليه، لا شفط دهون ولا شد بطن ولا اي حاجه خالص. فخلاص طلع احنا هنخلينا في الموضوع بتاعنا. له وسائل تانية، رياضة وتظبيط الأكل على المدى البعيد وكده يعني. تمام. طيب هو شفط الدهون له أجهزة أكتر من جهاز، وهل الأجهزة يعني اختلاف الأجهزة بتؤدي لنتائج مختلفة ولا إيه بالظبط؟ شفط الدهون في الطريقة المعتادة اللي شفناها في الفيديو، مشكورين، الأداة جميل قوي. الكانيولا، تفتيت الدهون بالتروما، خبط 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 لغايه لما تتفتت، وبعدين يبقى سائل، وبعدين اسحبه. دي الطريقه المعتاده، تيوميسنت ميثود، يعني دي الطريقه اللي فيها رطوبه. في طريقه ثانيه بالموجات فوق الصوتيه بمعدل معين، تعمل تصادمات فبتفتت الدهون برضو وتحولها الى سائل، والشفاط يسحبها، وبتاخد نفس الوقت تقريبا بتاع الطريقه العاديه. الطريقه الاخيره بالليزر، بتسليط اشعه الليزر على طبقات الدهن وتفتتها حتى تصبح سائل، ومن ثم بعد كده نقدر نسحبها. حضرتك الحقت السؤال ده بسؤال ذكي جدا، ما افضل الطريقه للمريض؟ يعني احصائيات كلها موجوده في امريكا، احنا ما عندناش احصائيات. في امريكا بيفضلوا الطريقه المعتاده، لان هي اقل الما، اقل مضاعفات، ما دخلتش اي اشاعات او اي ترددات او اي حاجه. فتقريبا بره 70% من اللي بيعملوا عمليات بيعملوها بالطريقه العاديه، الكانيولا اللي احنا شفناها في الفيديو اللي عرضته. تمام. طيب هو يا دكتور، بتظهر على السوشيال ميديا دعايه واعلانات كتير جدا بخصوص انه مثلا يقول لك في جهاز بيشد الجلد وبيشد البطن بطريقه معينه. طب هل الجهاز ده ممكن، في جهاز ان يكون متواجد وبيشد البطن فعلا يغني عن الجراح؟ ما هي دي الثقافة، وده دور حضرتك. أنا ألاقي إعلامية ذكية زي حضرتك تصر على هذا الموضوع، لأن أنا كان في دماغي موضوع تاني وحضرتك قلت لي لا أنا عاوزك نتكلم، عشان نفهم الناس أكتر ونوعيهم أكتر. هو ده دور الإعلام، صح، إن أنا أديله معلومة ثقافية. صح، الفيس عمره ما كان وسيلة إعلام، وإحنا ثقافتنا اللغوية مش قوية، وإن كانت قوية فاللغة الطبية برضو مختلفة شوية عن اللغة الإنجليزية. فنخلص نقول نلخص الموضوع ده، لا توجد أي وسيلة أخرى غير الجراحة. هما الناس فاكرة إن دهن هسخن المنطقة دي وأحط قربة سخنة، أو هعمل مش عارف إيه، الدهن هيسيح طب هيروح فين؟ لا صحيح، مفيش كلام ده خالص. للأسف الكلام ده كله مش صح. لا بديل غير الطرق الجراحية حتى الآن، واللي يقول غير كده هوت يكلمني، تليفوناتي موجودة وأنا مستعد أتخانق مع أي حد. طب سؤال أخير يا دكتور، هو علشان أعرف برضو المشاهدين، هل عملية شفط الدهون وشد البطن بتأثر على شكل السرة؟ أنا دلوقتي حضرتك اتكلمنا على شفط الدهون، يعني مش هنتكلم على شد البطن. ماشي، اتفضل نتكلم، نختم بيه. نختم بيه، ناخد هو. انا عارفه انه محتاج حلقات كتير جدا. شد البطن ده، دي عمليه لذيذه جدا. يعني الفيميل اساسا السيدات، مع تكرار الحمل سواء كانت الولاده طبيعيه او غير طبيعيه، معروض الفيديو بتاعها. مع تكرار الحمل
بتحصل ترهلات في البطن. صحيح. يعني الحمل على البطن وبعدين رجع نزل تاني، فالبطن بقى كلها تنيات. فالستات بيقولوا لماحين قوي، في ميل بيقولوا لما ده مات. فبتلاقي في، فاكر كويس قوي مرام بحترمها جدا، تقول لي انا كويسه، انا شايفها كويسه. لا انا عايزه اقعد براحتي، مش عايزه ابقى في الثانيه، مش عايزه ابقى في الثانيه اللي في بطني دي. لو واحده كانت مليانه قوي اوبيس وجسمها نزل فجاه، هيحصل ترهلات في البطن. ففي الحاله دي محتاج بالفعل اشد البطن بمعنى الشد، وبعدين بما اني شديته فانا فصل الصوره زي ما هو في الفيديو، وعملت لها مكان جديد في الوسط ما بين الزيفي، ما بين الصدر وما بين العانه، فتحت لها فتحه جديده وعملتها. بتسيب جرح مش باين في اسفل، في اعلى الحوض، زي القيصريه، مكان القيصريه، لكن بتسيب جرح. لكن لا بديل غيرها، مفيش، يعني مفيش حاجه احسن منها. كميه جلد انا بطلع من العيان كميه جلد محترمه، فما في عندناش بديل غير كده. بنشكر جدا حضرتك. واحنا مش هنتكلم تاني والله، يعني انا نفسي جدا، ولكن الوقت فات بسرعه، وحقيقي استفدت جدا من حضرتك، ويا ريت نكون المشاهدين كمان استفادوا، وعملنا يعني حاجه توعيه والبسيطه جدا عن شفط الدهون وعمليه شد البطن مع الدكتور الكبير استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير الدكتور ايمن هزاع. بشكرك جدا جدا يا دكتور، وحضرتك نورتني في الاستوديو، وان شاء الله نلتقي بحضرتك في حلقات قادمه باذن الله. إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا الكرام، ونشوفكم يوم الثلاثاء القادم الساعه 2 في ميعادنا. مع السلامه.